حياكم الله مشاهدينا في جولة جديدة، وجولتنا اليوم في كتارة. راح نجول في أرجاء كتارة ونتعرف على الفعاليات اللي موجودة هني. جاهزين للجولة؟ حياكم معنا. مشاهدينا، من خلال جولتنا خلونا نتعرف على الفعالية اللي موجودة مع مدير أكاديمية قطر للموسيقى. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. شو أخبارك؟ مرحبا بك. الله يسلمك دكتور. شو عندنا اليوم؟ هذه الفعالية نعملها سنويا كما تعملها جميع المدارس، وهي عملية يعني التقاء صورة جماعية للطلبة جميعا، وخاصة في البرنامج الأكاديمي هذا، لأن الطلبة اللي عندنا موجودين حوالي 500 طالب وطالبة، لكن هؤلاء جزء منهم هو الجزء يسمونه الأكاديمي، الذي هو يعني ينتمي له كل الناس أعمارهم بين في السن المدرسي من السنة الرابعة والخامسة إلى 17-18 سنة. هذه العملية الحقيقة يعني تجعل التلميذ يعني مرتبط بمدرسته، مرتبط بأكاديمية قطر الموسيقى، ثم يتعرف بعد 10 أو 15 سنة على مجموعته الطيبة، على أحبابه، على زملائه، فهي ذكرى جميلة لطرفين، للطالب من جهة ولنا، لأنها ستكون عندنا كتحفة تاريخية للأكاديمية سنويا كما دائبت الأكاديمية على عمل ذلك. يعني ما شاء الله هذول الطلاب كلهم موسيقيين. أبدا، سوف يكون كذلك يعني. حلو، وشنو مثلا الأشياء اللي تعلمونهم إياها في الموسيقى؟ احنا بالنسبة لنا طبعا هناك برنامجين عندنا في أكاديمية قطر الموسيقى، برنامج الأكاديمي وبرنامج الموسيقى جميع. برنامج الموسيقى جميع أي واحد يعني يدخل في أي عمر، أنت أنا أي واحد يعني، وهذا لا يخضع لامتحانات دولية، بينما هؤلاء الشباب والفتيان والفتية يخضعون ل يعني اختبارات دولية من بريطانيا. وهذا البرنامج يسموه البرنامج الأكاديمي، وهذا يجب أن يكون في العمر المدرسي ما بين 5 سنوات أو 6 سنوات إلى 17 أو 18 سنة. طبعا يعني يدرسون هؤلاء مختلف في القسم العربي والقسم الغربي، يدرسون آلات الأوركسترالية كلها حوالي يعني 17 كل شيء، بالإضافة إلى التخت العربي اللي هو 5 آلات. ما شاء الله. يعني الحين الطالب لما يدخل عندكم الأكاديمية تعطونا نبذة عن الآلات الموسيقية أو اللي هو نبذة؟ أولا يعني أخذها، اثنين أنه نعمل له اختبار تيست خاص حتى نشوف قدراته وإمكانياته الموسيقية، هل لديه رغبة، هل لديه أذن موسيقية. هذه كلها باعتبارات لها اعتبارات خاصة في قبول التمرين، لأننا نريد أن نعلي شأن يعني إيش الطلبة الجيدين حقيقة، ونفرزهم ونعلي مشانهم. دكتور، طريقة الالتحاق لو حد حب أن يلتحق في هناك ويب سايت عندنا يعني من خلال الشاشة، وكذلك يعني ممكن أن يأتي مباشرة يأخذ استمارة ويمليها عبيها، وبالتالي يتقدم للاختبار اللي احنا قلنا عليه. هل في شروط معينة؟ أبدا يعني احنا طبعا خاصة يعني ندعو من هذا المنبر كل الطلبة القطريين والقطريات أن يلتحقوا، لأن هذه مشروع لهم الحقيقة، ونحن يعني سعداء بهم. دكتور، لو تكلمنا عن الجنسيات اللي موجودة من الطلبة. أعتقد هذه الزهور يعني تعطيك يعني نبذة، أن هذه الوجوه تعطيك نبذة مختصرة أن هناك 48 جنسية تختفي وراها بالوجوه الطيبة. ما شاء الله. وهكذا يعني هذا 500 طالب هم يعني يمثلون 48 دولة. وتجمعهم أكاديمية واحدة ولغة واحدة اللي هي الموسيقى. مرحبا. يعطيك العافية دكتور، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. مشاهدينا، من خلال جولتنا لفت انتباهي معرض بوز جول. خلنا نتعرف شنو هالمعرض ونشوف شنو اللوحات اللي موجودة داخل. السلام عليكم. السلام عليكم. مشاهدينا، خلونا نستضيف مصممة أو الفنانة اللي مسوية هذه التصاميم الجميلة ونتعرف على هالمعرض، بس راح يكون في صعوبة شوي بسبة اللغة، لكن راح نستعين بالترجمة. نبي نعرف أكثر عن هالمعرض. من جولجان ريش بس شو كتر مملكتنا شو بوزجول جورجوس بيزنال كلينجا أبدان قوانشتاوس بول جورجوس ما لونين جوبل كلورن بول كلينجا أزر شو كتر مدني بربوندا أونغن شو بستن جورجوس ما أتشلد. بالنسبة عن هذه اللوحات إحنا نشوف فيها أشكال، يعني هل في قصة من وراء هذه اللوحات؟ تشكيز تقول ترغندا يلو 58 جيلة سايلغان.
да 58-жыл сайылган. Бизде энелер туш кийсе сайганда өзүнүн кыздарына же балдарына арнап сайган. Бул туш кийис кызына арналып сайылган, себеби кызына арнап сайылганда гүлдөрдүн анан чымчыктардын көпөлөктөрдүн сүрөтү түшүп турганда ошондо билсе болот муну кызына сайган. يعطيك العافية وشكرا على هذه المعلومات. في شيء حابة تضيفينه أو تقولي لنا إياه؟ سيدرك إذا قلت بتكن سترجع شو رحمة؟ جنين قربك نسترشو. طبعا مشاهدينا خلونا نكمل جولتنا ونتعرف على الفعاليات اللي موجودة في كتار. ما زلنا مستمرين في جولتنا مشاهدينا من كتارة، طبعا حاليا متواجدين في مسرح الدراما وعندهم فعالية. خلونا نتعرف على الفعالية الموجودة مع الأستاذة مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. في البداية عرفينا شنو الفعالية اللي موجودة عندكم هنا؟ اليوم الفعالية تقيمها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة بالتعاون مع سفارة الفلبين، وهي الفعالية هي فعالية موسيقية فلكلورية ضمن سلسلة من الفعاليات التي تقيمها كتارة في صدد التعاون مع السفارات الموجودة في الدولة، وذلك تحقيق أهداف كتارة في تبادل الثقافات والتقريب بين الثقافات سواء من الدول العالم أو من قطر. طيب شنو اللي ممكن نشوفه في هالعرض؟ المميز في العرض اليوم أو فرقة اليوم إن هي فرقة نفس ما ذكرت فلكلورية موسيقية، فراح يكون في عرض حي للموسيقى باستخدام أدوات خاصة من الفلبين، بالإضافة إلى الفرقة الراقصة واستخدام لملابس متنوعة لتمثيل الفعالية أو تمثيل الثقافة من الفلبين بشكل مميز، بالإضافة إلى أن هذه الفرقة مميزة في أن هي تغطي أكثر من عرق وأكثر من ثقافة متواجدة أو متوفرة أو متواجدة في الفلبين. وشنو هي المناسبة أنكم تقيموا مثل هذه الفعالية يعني؟ نفس ما ذكرت من أهداف المؤسسة أن احنا نشارك الثقافات المختلفة من العالم في كتارة، بس هذه الفعالية بالأخص بمناسبة قرب اليوم الوطني لدولة الفلبين. يعطيك العافية وما قصرتي. شكرا على تواجدكم وتغطيتكم الفعالية، وإن شاء الله يعجبكم العرض اليوم. إن شاء الله. مشاهدينا خلونا ندخل المسرح ونشوف العرض. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية جولتنا، إن شاء الله أنكم استمتعتوا في هذه الجولة، تابعونا في جولة ثانية، مع السلامة. مستمرين في جولتنا، متواجد حاليا في قطر مول، ومن قطر مول بنطلع على الفضاء. تبون تعرفون ايش بنسوي في الفضاء؟ تابعونا في هذه الجولة، حياكم معنا. وصلنا إلى مكان الفعالية وهي فعالية مخصصة للأطفال، تعريف الأطفال عن الفضاء. خلونا نتعرف على الفعالية مع الأخت زينة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو أخبارك؟ أهلين الحمد لله. في البداية عرفينا عن نفسك. اسمي زينة المصري، أنا مديرة التسويق في قطر مول، وإحنا عم نستضيف هلا فعالية كيدز أون ذا مون اللي هي الأطفال على القمر. وشنو هي الفعالية هي بالضبط؟ الفعالية هي إدوتينمنت اللي هي مزج بين التعليم والترفيه للأطفال، عشان يعطي الأطفال تجربة مميزة ومسلية عشان يتعلموا أشياء عن الفضاء. حلو، وإيش ممكن يشوفون الأطفال لما يجون يحضرون لهذه الفعالية؟ إيش ممكن يشوفون يعني؟ هلا إحنا بناخذ الأطفال بجولة متكاملة بعدة مراحل، أول مرحلة بقعدوا فيها وبيحضروا فيديو تعليمي عن الفضاء، بعدين بنتقلوا لمرحلة ثانية بيلبسوا أواعي رواد الفضاء اللي هي بتتسمى أبولو. حلو. بعد هيك بشوفوا مكوك الفضاء وبشوفوا عدة مراحل من كيف تطور الفضاء من أول ما طلع على نيل أرمسترونغ على القمر، وبعد هيك بكمل بمراحل أخرى للتعرف على الكواكب وغيرها من التجارب. كأنهم يعني يوصلون للفضاء. بالضبط بالضبط، بخوضوا بكل تجارب اللي خاضوا فيها رواد الفضاء.
حلو، وشنو الهدف من هذه الفعاليه؟ الهدف انه نعلم الاطفال بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي احنا تعلمنا فيها اللي هي بصم الكتب. هاي الطريقه اللي هي هلا الطريقه المتداوله في كل مكان في العالم اللي هي ادوتينمنت. الولد بتعلم عن شغله مهمه بطريقه التسليه واللعب. حلو. فهذا هو الهدف، والحمد لله عندنا اقبال كثير عالي على هاي الفعاليه اللي هي مع بلشت ب7 شهر وراح تضلها ل 27. بصراحه يعني انا اشوف انها شيء حلو ان الاطفال يستفيدون من هذه الفعاليه. يعني انا اشوف الكواكب هنا موجوده كلها ومسمياتها موجوده، فممكن ناخذ جوله نشوف المكان. يلا تفضل ناخذ جوله. اهلين، هني ايش عندنا؟ هلا هاي هي الاول مرحله في الجوله تبعتنا اللي هي مكوك الفضاء الاول. الاطفال بيقعدوا هون وبيحضروا فيديو كامل عن الفضاء وعن بالضبط شو مكونات كل المراحل، عشان بالاول ياخذوا فكره، بعدين راح ياخذوها مرحله بمرحله عشان يحفظوها. يعني المكوك الفضائي وملبسينهم بعد ملابس بالضبط، وعم بحفظوهم بالضبط ايش عم بيصير وشو كل العناصر المتكونه في مرحله الرحله الى الفضاء. وبعدها الخطوه الثانيه شنو؟ وبدي ياخذهم هلا على جوله مع بعض. خلنا نشوفهم هم طالعين الحين يطلعون صح؟ هاي بالضبط. خلنا نشوفهم هم طالعين. بعدها وين بيوديهم؟ بيروحوا يلبسوا هون، هلا هم لبسوا اوريدي. اوكي. بس بعد ما يخلصوا. ما شاء الله يعني مهتمين في ادق التفاصيل طبعا. يعني اكيد كل شيء. عشان الاولاد يعيشوا التجربه نفسهم يحسوا حالهم بالفضاء. الحين بيدخلون شنو؟ هلا هاي التجربه عشان يفوتوا عشان يجربوا تجربه الجاذبيه جوا المنطقه بدون صوت، وبقدروا ينطوا على سطح معين عشان يخوضوا تجربه انه كيف ما في جاذبيه على سطح القمر. زين، انا اشوف هنا اشكال فضائيه وصواريخ، شنو هذه؟ هدول مجسمات بيورجوا تطور المركبات الفضائيه عبر الوقت. وهنا تقدر تشوف هاي هي السياره اللي استخدمها نيل ارمسترونغ واسمها لونر روفر، اللي هي مهيئه بشكل معين عشان تقدر تقاوم جاذبيه القمر. حلو حلو. يعني وهدول كلهم علموهم اياهم جوا، بس هلا بيقدروا يشوفوهم بشكل طبيعي قدامهم. حلو حلو. استاذ زين، متى الاطفال يقدرون يشوفون هذه الفعاليه وشنو جدولها؟ هلا الجدول هو يوميا من الساعه 10 الصبح لل 10 بالليل. كل ساعة نستقبل 20 طفل. حلو. وكل جولة على بعضها من 30 ل 45 دقيقة. حلو. وهذه زي ما قلت ل 27 الشهر مستمرة. يعني فعلا هذه فعالية جميلة ان الاطفال يشوفون هذه المجسمات وهذه الاشكال ويتعلمون منها صراحة. يعطيكم العافية ونتمنى لكم التوفيق. الله يعافيك، شكرا لك. العفو. مشاهدينا خلونا نكمل جولتنا ونتعرف على الجهة التقنية من هذه الفعالية. مشاهدينا وصلنا إلى سطح القمر، خلونا نتابع جولتنا ونشوف شو اللي موجود هنا عندهم على سطح القمر. السلام عليكم. عليكم السلام. شو أخبارك؟ شو مسوي؟ طبعا استغربت إني بالقطرة القمر. هاي مرحبا بكم في أي وقت. مرحبا. مرحبا. عرفنا بنفسك. إن شاء الله. أنا اسمي كابتن بدر. إحنا الهدف تبعنا أن الأطفال ما بين 5 سنوات إلى غاية 10 سنوات بياخذوا فكرة. في الجريد 1 والجريد 2 والجريد 3 في المدرسة في عندهم بروجرامز بيدرسوهم نفس اللي عندنا هون، بس احنا من قبل بياخذوا معلومات لما يروح المدرسه مع الاستاذ عشان يستوجب معهم. وتفضل معاي بوريك كل شيء. خلنا نشوف هني شنو عندنا. هاي القمر الصناعي. هاي اس اس. الاي اس اس اتس مين يعني الانترناشونال سبيس ستيشن، بالعربي اللي هي المحطه الدوليه الفضائيه. حلو. تفضل. وشنو فيها؟ يعني هي فيها مصفوفات ضوئيه وفيها تاريخ الانطلاق اللي هي زاريه 1998. هذه المعلومات عنها. المعلومات. اوكي. اوكي. وفيها معمل كولومبوس الاوروبي، معمل ديسكس الامريكي، في عندك جي ار ام اس المرفق المكشوف، في متوسط السرعه ما بين 27685 كيلومتر في الساعه. حلو. الكتله تبعها الكتله اللي بتوصل ل 419725 كيلو، المتوسط الارتفاع اللي هو 340.5 كيلومتر. الحين انا عندي استفسار. مرحبا. القمر الصناعي. أيوة. يدور مع الارض ولا يتم ثابت مكانه؟ لا، هو بيدور والكره الارضيه بتدور، والاقمار الصناعيه ما بتدور، الاقمار ما بتدور.
فهي محطة مش قمر صناعي. لا هي محطة بتكون واقفة اللي هي تأخذ كل المعلومات الموجودة حول الكرة الأرضية. هذا التلسكوب اللي اسمه هابل اللي هي بتجيب الضوء المرئي من أشعة فوق البنفسجية القريبة من أشعة تحت الحمراء. أوكي هذا تاريخ الانطلاق كان 1990 شهر 4 24 وهيصير ديزاكتيفيشن اللي هو الإكسبايري إبطال من الفعول 2020. شنو فائدته؟ فائدته اللي هي الطاقة الشمسية بتعبر يعني الطاقة البنفسجية يعني الضوء هي اللي بتعبر كل شيء وتقرب لك بالزوم من وراء إلى قدام. حلو يعني هاي كلها تعلمون الأطفال؟ بعد الأطفال نعلم الأطفال يعني. أنا أحب أتعلم صراحة. من 5 سنوات لعشر سنوات بنعطيهم بس الاسم إحنا ما ندخلوا معهم في التفاصيل كلها. يعني الإنسان يعني من 5 سنوات لغاية 10 سنوات ما بيستوعب بس إحنا بنعطوه بس الأسماء بشكل مباشر. بس هو لما بيصير يعني على السن وهي ويكبر يعرف الأسماء أوريدي عنده في باله هذه شو تطلع يعني هذه التلسكوب هابل يقول لك أنا عارفة بس بدي أعرف ديسكريبشن بعدين. حلو. هو بالسن لما يكبر يعرف بالضبط. هنا عندك معلومات اللي هي بتخص التلسكوب فضاء الهابل اللي هو تكلمنا عليه هو نفسه. ايوه فيه كل المعلومات موجوده بس احنا بالنسبه للهدف تبعنا بنوصل الفكره للاطفال شو الاسم بس الاسم والديت اللي كان اول اختراع فهمت كيف والديسكريبشن ما عندنا بالعربي وعندنا بالانجليزي. محطه الفضاء الدوليه هي تكلمنا عنها اللي اي اس اس مودلز اللي هي تكلمنا عليها. في عندنا الوحده الذريه اللي هي موجوده داخل الوحدات المحطة الفضاء الدولية. كابتن بدر الحين المحطة الفضائية فيها ناس داخل عايشين ولا شنو بالضبط؟ هو أول مرة طلعت المحطة الفضائية طلعت بالروبو. أول ما طلعت الفضاء طلعت بالروبو بعدين صار اللي هو الاكستكشاف بعد ما عرفوا كل شيء صار يطلعوا الناس علشان يفكسوا أي شيء وبرجعوا لمدة قليلة. في عندنا ما يتمون موجودين بس في واحد اللي هو أكبر مدة اللي هو الروسي بولي من روسيا عاش تقريبا 437 يوم داخل القمر. افتكروا الناس انه مات بعدين انه رجع. بس لازم يكون في تواصل ما كان لا تواصل ولا شيء صار انقطعت الشبكه. وصار هو عايش لمده تقريبا سنه وثلاث شهور لما يقارب ما بين 437 يوم. حلو والله معلومات صراحه حلوه على الفضاء واللي يحب هالشيء المفروض يجيكم المعرض ويستكشف. مرحبا بكم في اي وقت احنا موجودين من الساعه 10 الصبح لغايه 10 بالمساء على طول الاسبوع الى غايه 27 ديسمبر والدخول مجاني. على هالمعلومات هذه على هاي كل المعلومات اللي موجودة مجانية ما بين الأعمار 5 سنوات ل10 سنوات. كابتن بدر صراحة يعطيك العافية معلومات جدا جميلة وفعالية أجمل صراحة واستفدنا وايد من الفعالية هذه. يعطيك العافية. الله يعطيك العافية ومشكورين ومرحبا بكم في أي وقت والله يعطيكم العافية على هاي الريبورت. الله يعافيك. الله يعافيك. مشاهدينا اللي يحب الفضاء اللي يبي يستكشف في هالفعالية ويشوفه ويتعرف على المعلومات اللي موجودة هنا. وصلنا إلى نهاية جولتنا تابعونا في جولة ثانية في الأسبوع الجاي. مع السلامة.